الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهارده زي ما وعدت حضراتكم إن أنا أرفع محاضرة يوم الجمعة بإذن الله تعالى. هنبدأ في شرح المحاضرة رقم 3 في الدورة، بس أنا أحب أبدأ بإن أنا أرد على استفسار بعض السادة الزملاء في إن أنا هل يكفي فقط إن أنا أغير بعض المعاملات اللي أنا بدخلها، سواء كان معين موطن خرسانة بحط له قيمة مطابقة للقيود المصري، الإف سي يو بحط له قيمة مطابقة للقيود المصري، إف سي داش، المعاملات اللي أنا بحطها دي هل دي كافية إن أنا أحصل من البرنامج على قيم مطابقة للقيود المصري؟ هنا الإجابة لها شقين، الشق الأولاني هو الشق الخاص بالتحليل، الشق الثاني هيبقى خاص بالتصميم. إن ردينا على جزئية التحليل هنقول آه، لو أنا غيرت هذه المعاملات يبقى أنا لما باجي أخليه أطلع السترينج أكشن على أي عنصر من عناصر المنشأ، سواء كان كاميرا أو كان بلاطة أو كان عمود أو حتى الأساسات، بتبقى قريبة جدا من الكود المصري، لأنه هو خد المعاملات اللي أنا مديها له، والمعاملات دي طبقا للكود المصري، طيب لما بطلع القيم دي وبقول للبرنامج صمم، أنا طلعت القيم خلاص وفنش الموديل بتاعي وطلعت كل الرياكشنات وطلعت كل المؤثرات اللي جاية على العنصر الإنشائي، طب أنا هقول بقى للبرنامج صمم، هل البرنامج وانا حاطط له شويه التغييرات البسيطه في معايير مدن الخرسانه او 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 الحاجات اللي احنا درسنا فيها المحاضرتين اللي فاتوا، هل دي هتديني قيم في التصميم مطابقه للكود المصري؟ بنقول لا. ليه؟ احنا النهارده لو جينا فتحنا برنامج زي السيف، واحنا هنشرح بالتفصيل ان شاء الله خلال الدوره النقط دي كلها، وهنوصل باذن الله تعالى الى ان يكون التحليل والتصميم الاثنين قريبين خالص من الكود المصري، قريبين، انا ما اقدرش اقول مطابق للكود المصري لان البرنامج مش فاهم يعني ايه كود مصري ولا معادلات الكود المصري. لما بنيجي احنا بنقول سينا هحط اي موديل قدام بس ندردش عليه كده، اي موديل عندي، انا عندي هنا بلاطه، البلاطه دي توي سلاب سيريز بان في اكس وسيريز بان في واي. لو قلت له هنا لافترض ان انا حللت الكلام ده وعرفت القيم بتاعته وبعدين قلت له خش صمم، لما هقول له صمم هصمم بمين في قدام في الشاشه اللي قدام كده؟ هيصمم بالكود الامريكي، يعني ايه يصمم؟ يصمم يعني يستعمل معادلات الكود الامريكي في الحسابات. طيب المعادلات الكود الامريكي ايه علاقتها بالكود المصري؟ يعني لو انا بصمم زي كاميرا، الكاميرا دي في الكود الامريكي تتصمم ازاي وفي الكود المصري تتصمم ازاي؟ يبقى انا لازم احط المعادلتين دول كده قدامي واعمل موازنه بينهم، احل يده ومره بالكود المصري الكاميرا واخد نفس القيم اللي انا سواء كانت الام او كانت البي، او اخد نفس المدخلات الخارجيه او المؤثرات الخارجيه على نفس الكاميرا واحلها مره بالكود الامريكي واقارن كده بين النتائج وبعضيها، هلاقي دائما ابدا الكود المصري بيديني نتائج اعلى، لان العلماء المصريين لما جم اخدوا الكود المصري او يعملوا الكود المصري عشان يبدأ يحطوه للمهندسين تشتغل عليه ويبقى هو الداتا بتاعتنا كلنا، الناس دي برضو عارفه تماما مساوئ السوق المصري. مساوئه من ناحيه ايه؟ من ناحيه نوع الرمل اللي انا بستعمله، وحش كويس تدرجه نضيف، ايه المواد اللي عليه، في كبريتات، في كذا في كذا في كذا، فهم عارفين سوق حاله المحاجر، وبالتالي انا عندي رمل وعندي زلط سيئين جدا. للاسف حتى وانا بشتغل جوه الخرسانه انا ما بهتمش بتدرج الركام، يعني المفروض انا وانا شغال، علشان لو احنا افتكرنا في المحاضره رقم 1 على ما اذكر كنا بنقول ان احنا لما باجي احط ركام بحطه من نوعين، نوع بحط منه سي 800 والنوع الثاني بحط منه سي 400، يبقى هنا حتى الركام لازم يكون في تدرج معين. الكود المصري بيحط الحاله الايديال، الحاله اللي انا النهارده لما باجي اقول والله دي تجارب معمليه، كلمه معمليه معناها ان انا وفرت كل الظروف المثلى عشان اعمل هذا الايه؟ هذا الاختبار، بما في ذلك درجه الحراره. لما باجي انتقل للموقع اشتغل بلاقي ظروف سيئه، الميه مش نظيفه، بلاقي الرمل مش نظيف، للاسف الاسمنت مش نظيف، حتى الحديد
النسب بتاعته مش سليمه، وهنفهم برضو الكلام ده معلش في الدوره، بس انا حبيت ارد على بعض الاستفسارات واقول ايه الفرق او ازاي ان انا هوصل بمعادله الكود الامريكي انها تكون قريبه من الكود المصري، انما الكود المصري مور سيفتي قوي عن الكود الامريكي، يعني بيديني قيم اكبر من الكود الامريكي. وعليه فاحنا النهارده مثلا هفترض ان انا هقول والله صمم بالكود الامريكي او هختار اي كود ايا كان الكلام اللي انا هطبقه، الكود الامريكي او الكود البريطاني او كذا، كل الكودات اللي هي جواه دي اللي هو حاططها اكيد المعادلات بتاعتها برضو كلها يا جماعه بتبقى قريبه من بعض، قريبه من بعض بتفرق، بتفرق في قيمه المعاملات. المعاملات انا مثلا والكلام هنبدا فيه ان شاء الله من النهارده، بس انا برضو حبيت انوه سريعا كده علشان بعض الزملاء اللي هم قلقانين من الموضوع، هل الدوره فعلا هتوصل للهدف بتاعها ولا لا. لو احنا اتفرجنا على جزئيه خاصه مثلا زي الكود البريطاني، الكود البريطاني هنا في معادله تصميم القطاعات اللي هي المستطيله بالنسبه للقمر تحت تاثير بندنج مومنت، تحت تاثير بندنج مومنت، بل ايه بيقول لي ان الكي بتساوي ام باي بي دي تربيع اف سيو. خلاص احنا عرفنا ايه ديت، البي اللي هو عرض القطاع، الدي اللي هو الارتفاع، بس الارتفاع ده هو الارتفاع الاكشوال اللي هو من محاور والكلام ده هنشرحه ونفهم يعني ايه محور دي بالظبط، من محور الحديد اللي محطوط في اتجاه الشد لحد اعلى نقطه في الايه، اعلى نقطه في القطاع، اعلى نقطه في القطاع في منطقه الضغط، يبقى هو المسافه دي، دي معنى كلمه ايه الدي. والام دي الام اللي هو اللي انا بجيبها بقى من البرنامج، انا طلعت سيد الكبره دي هتشيل عندي مثلا 5 امبير متر، يبقى انا هنا بطلع حاجه اسمها كي. لو الكي دي اقل من كي داش ما بحطش حديد ضغط، لو اكبر من الكي داش بحط حديد ضغط. طب ايه بقى الكلام ده، هل ده موجود عندي في كود مصر؟ موجود في كود مصر وموجود بنفس المعادله مع اختلاف المسمى، اختلاف المسمى. هلاقيها في المعدل في الكود المصري، لو تحديدا بصينا على تشارت على ما اذكر 2/4 مظبوط 2/4 فعلا، هلاقيه بيقول لي ان الار 1 بتساوي ام يو الام مقسوم على بي دي تربيع برضه اف سي يو، قال ده هي نفس المعدل بس شال كلمه الكي دي وحط لي بدلها ايه ار 1. ايه ار 1؟ ار 1 دي ليها علاقه بحاجه اسمها سي 1. طب ايه سي 1 ليها علاقه باوميجا؟ ايه اوميجا دي بحطها في معادله اللي بحصل منها على الحديد، وبقول ان الاريا ستيل بتساوي اوميجا مضروبه في اف سي يو مضروبه في في دي على اف وار. يبقى في الشكل العام للمعادله هنا سليم. طيب الراجل ده بعد ما بيخلص بيقول لي والله في لو لاحظنا كده المعادلات اللي هي كي داش 0.156 عندي في كي داش ثانيه، دي بتستعمل لما بعمل ريديستريبيوشن للمومنت بتاعي، بيبدا يشرح لي بالتفصيل ايه لحد ما بوصل اهي، ادي معادله الحديد بتساوي ام على 0.095 مضروبه في الاف واي مضروبه في الزد، ايه الزد دي هنعرفها، وهي هنا هي موجوده في الكود المصري. هنا حضراتكم بيوضح لي ان الكاميرا تحت تاثير البندنج مومنت بتبقى ادي شكل السترين وادي شكل الاسترس بتاعتها، نفس الاشكال دي نفس الرموز دي هنلاقيها موجوده داخل الكود المصري. انما هنلاقي في حاجات بتختلف، حاجات اللي هي بتختلف ايه؟ لما باجي مثلا اقول والله انا عايز اشوف الاف سي يو، انا بص على حاجه زي الاف سي يو دي، هل الاف سي يو دي متطبق عليها معامل التخفيض ولا مش متطبق عليها؟ وهي الكلام ده بقى اللي بيفرق، يعني ايه الاف سي يو؟ هل الجام اللي هي احنا بناخدها في الكود المصري علشان اخفض بيها الحديد اللي بناخدها 1.5 او بناخدها 1.15 بالنسبه للستيل، هل هيها نفس القيمه دي موجوده في الكود البريطاني ولا لا؟ القيم دي بتخلف معايا نتائج، القيم دي هي اللي هتخلف معايا نتائج، والكلام ده هيوضح قوي لما نمسك مثال من الالف للياء ونبدا نصممه مره بالكود المصري، مره بالكود البريطاني، مره بالكود الامريكي، ونشوف الفروق ايه بينهم وبين بعض. بمعنى احنا هناخد ام ثابته، اصمم مره كود امريكي، مره كود بريطاني، مره كود مصري يدوي مانوال، وبعد كده اخش البرنامج واشوف البرنامج ده هل بيديني نتائج قريبه من المصري او مش قريبه بعد ما بغير له الداتا بتاعته. برضو يعني لو حبيت برضو اشير الى نقطه اللي هي نقطه توزيع الاجهادات في قطاع، بنلاقي ان
الاشكال كلها واحده، حتى المعاملات اللي هي بتبقى موجوده يا جماعه في اشكال الستريننج واشكال الستريسز واحده. ده قطاع هيعرض الى تشريح، بحسب مكان النيوترال اكسس، خط اللي هو الدوت لاين ده هو ده النيوترال اكسس، اكس دي المسافه ما بين النيوترال اكسس واقصى منطقه لالياف الضغط بالنسبه للخرسانه. الكلام ده هو موجود في الكود المصري، بس الكود المصري مثلا ممكن تلاقيه والله بدل ما هو هنا الراجل ده بيسمي لي دي اكس، راح جاي الكود المصري خالف فيها شويه وقال لي لا خليها سي. حاضر، المهم انا عندي اكس دي اللي هي اسمها سي في الكود المصري، لما اجي احب احسبها بعد ما بحسب النيوترال اكسس لهذا القطاع. وهنعرف برضو معلش مراجعه سريعه ازاي بنحسب النيوترال اكسس ده بالظبط، سواء كان القطاع ده كراكد او ان كراكد، وهندي امثله اضحيه ان شاء الله عليه بالتفصيل. هلاقي هنا الكود المصري قال لي دي اسمها سي، يبقى لما اجي اشبه المثلثات ما بين الجزئين دول، تشابه المثلثات ده، لما اجي اشبه المثلثات هعرف قيمه الاكس اللي هي في النهايه قيمه الايه؟ السي. الكود البريطاني بيقول لي والله ان الاكس دي لها حدود، الاكس دي لها ايه؟ حدود. الكود المصري بيقول لي برضه الاكس ديت لها ايه؟ حدود، اللي هي مسميها عنده السي، وبيقول لي ان انا هسميها سي. يبقى انا لو قسمت السي دي على الدي، الدي اللي هو منين؟ اللي هو المسافه ما بين اقصى نقطه في الياف الضغط ومحور الحديد اللي هو الخط الدوت ده. ده محور الحديد. طب لو انا حاطط الحديد هنا على صفين هيبقى المسا يعني الاكس بتاعهم، يبقى انا هسيب حديد هنا وحديد هنا وحديد هنا وحديد، يبقى في النص بالظبط برضه، هو ده اسمه الدي. يبقى الدي المسافه من النقطه دي لاخر نقطه هنا. يبقى هلاقيه بقى الكود المسرح جاب قيد لي العلاقه ما بين السي وما بين الدي، بيقول لي والله ان السي ماكسيمم اقصى حاجه هنا، سي ماكسيمم على الدي لها قيم، القيم دي مرتبطه بمين؟ مرتبطه بالاف ييلد بتاع الحديد. يبقى المعادلة دي هل أو الأشكال دي هل أقدر أقرب بيها للكود المصري ولا لأ؟ هنا سؤال ده اللي هتجاوب عنه المحاضرات بإذن الله تعالى، ربنا يوفق يا رب. وأرجو إن أي حد من الزملاء يلاقي أي خطأ أو معلومة غير دقيقة يا ريت يراجعني فيها، وجميل جدا التواصل من خلال الاسئله والردود. انا هنا كده حاولت ان انا اشرح لبعض الزملاء ازاي هناخد نخلي برنامج زي ده يصمم بالكود المصري من غير ما يكون في توصيفاته الكود المصري. وهي الفكره ببساطه هي تقريب المعادله، معادلة التصميم بالكود الامريكي، اشوف الموديفاي ايه اللي هعمله عليها عشان اطلع النتائج من الكود المصري. وزي ما اتفقنا ان الكود المصري مور سيفت قوي 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 يعني بصراحه في التصميم بتاعه، لانه زي ما بقول لكم حاطط في اعتباراته كافه مساوئ الخامات او ظروف تنفيذ المنتج. ارجو ان انا اكون حاولت ان انا اقرب للساده الزملاء ازاي هنطلع من البرامج دي القيم المطابقه للكود المصري. احنا استكمل مع بعض الجزئيه اللي كانت خاصه بالحديد، واحنا وصلنا في المحاضره الاخيره الى شرح هذا المنحنى، وعرفنا معايير مروره قبل ما انسى يعني انا في هنا ملحوظه صغيره، نفس المنحنى لجهاد الاعتباري ده وانفعال الصلب، لو حضراتكم فتحتم اي كود امريكي بريطاني سوري اي كود هنلاقي نفس هذا الكيرف بنفس هذه القيم. يعني الاي اس دي 200 كيلو نيوتن على المليمتر المربع، دي هتلاقوها يا جماعه في اي كود، هتلاقوها في اي كود، وهو ده اللي احنا بنصمم عليه. لان الكودات يعني القاره العجوز اللي هي قاره اوروبا، يعني هم يعتبر اول ناس حطوا يعني عملوا خرسانات وفهموا يعني خرسانات وبداوا يحطوا الكود، انما الامريكان زي ما عودونا دائما ابدا بياخدوا مما انتهى اليه الاخرون، فاخدوا الكود الاوروبي ده وبداوا يشتغلوا عليه العلماء الامريكان وطلعوا الكود الامريكي اللي بيعتبر من اقوى الكودات العالميه في التصميم. الكود السوري لما طبعا الاخوه الزملاء الافاضل في سوريا لما عرفوا ان الكود الامريكي هو اقواهم فبدا يعتمد قوي فعلا على الكود الامريكي، انما الكود المصري واخد من الكود البريطاني، وده نتيجه الاستعمار بقى القديم يعني، فايام ربنا ما يعودها ان شاء الله. نتيجه استعمار بريطانيا لمصر احنا واخدين الكود البريطاني وبنشتغل على الكود البريطاني. هنكمل شرح موضوع الحديد باذن الله تعالى.
لما يكون في عندي حاجه كده يعني الاحتراف، او ازاي احكم على الحديد اللي قدامي ده، الناس كلها بتشتري حديد، الناس كلها بتجيب حديد، ازاي احكم على الحديد ده كويس، احكم على الحديد ده وحش. في حاجات ظاهريه قدامي، الحاجات الظاهريه اللي هي ممكن تبقى موجوده قدامي او اشوفها. نبص كده على الاشتراطات العامه للنتوءات، النتوءات اللي هي البروسيسات اللي موجوده في الحديد، اللي هو الشرشره بتاعه الحديد، زاويه ميل الشرشره ميل النتوء ده اللي هو الشرشره اللي طالعه ما بتزيدش عن 45 درجه. يبقى اما ابص لها كده لو لقيتها واقفه يعني عموديه على القطاع، لا ده يبقى مش سليم. هي زاويه الميل بتاعها هي زاويه 45 درجه. المسافه ما بين النتوء والنتوء، الشرشره بتاعه الحديد نفسه اللي هو بيبقى ماشي ده، المسافه ما بين النتوء والنتوء ما بيزيدش عن 70% القطر الاسمي للسيخ. ايه القطر الاسمي للسيخ؟ او القطر المكافئ الاسمي للسيخ. هنشرح الكلام ده واحنا نازلين تحت ان شاء الله. المسافه بقى ما بين النتوءين متتاليين 70%، انا لو شغال بسيخ 12 يبقى 12 في 70 على 100، اجيب المسافه بين السيخين بالمسطره كده وانا واقف على الحديد. بس الكلام ده طبعا احنا مش انا بقوله للايضاح بس، او ازاي ابقى انا واقف حتى اعرف فاهم يعني ايه المعلومه. خلي بالكم اخوانا الافاضل، الواحد لما يبقى واقف في الموقع وفاهم الموضوع اللي قدامه ازاي، الحديد ده احكم عليه ازاي، حتى وان ما قدرتش التجربه، في ثقه في النفس، في ثقه في النفس. ومهم جدا ان المهندس في الموقع يكون واثق في نفسه. الثقه بالنفس بتولد قرارات سليمه، بتدي انطباع للعامل او للمقاول بشخصيه المهندس، بيقدر يعمل كنترول على الموقع. فالمعلومه بتزود الثقه، تزود ثقه المهندس بالموقع. اتكلمنا عن المسافه بين النتوء والنتوء. طب ارتفاع النتوء نفسه، ارتفاع النتوء نفسه بيبقى 5% من القطر المكافئ، يبقى المسافه بين النتوء والنتوء 70%، الثانيه بتبقى 5%. لو اتكلمنا عن المواصفات الفنيه او الميكانيكيه بمعنى صح في تكوين الحديد، هنلاقي ان عنصر الكربون ما يزيدش عن 3.1%، عنصر الكبريت ما يزيدش عن 6%، عنصر الفوسفور ما يزيدش عن 6%، زيه زي الكبريت. يعني الكبريت والفوسفور دول بنتيجه ايه؟ واحد. طب ان الكربون زاد، ان الكربون خلي بالكم احنا هنا الكود حاطط لي مره الصلب الطري، واحنا اتفقنا ان الصلب الطري له 2 رتبه، فهمنا يعني ايه رتبه؟ اتكلمنا فيها بالتفصيل، سواء كان حديد طري او حديد صلب. الحديد الصلب نسبه الكربون فيه ما زادش عن 45%. طب ان زادت نسبه الكربون، ان زادت نسبه الكربون بتقل الليدونه بتاع الحديد. يعني ايه؟ بيبقى الحديد ستيف قوي. يعني المفروض انا النهارده ما يكون عندي في حمل سيب يقع على كمره، كل ما يكون العضو او الجزء اللي بيستقبل الاكشن بتاع الحمل ده عشان ينزل لتحت، يبقى انا عشان امنع الخرسانه تشرك من تحت، فانا بحط حديد الميل بتاعي في المنطقه السفلى في الكاميرا. لو انا عندي نسبه الكربون عاليه الحديد ده يطقع، يعني كسر كسر. انما لما تبقى نسبه الكربون فيه مطابقه للمواصفات، بيبقى انا عندي الحديد فيه المرونه اللازمه انه ياخد ويدي مع الايه؟ مع الحمل اللي جاي. ان شاء الله تعالى كده احنا غطينا تقريبا ما يخص الحديد، ما يخص الخرسانات. هنبدا في موضوع من المواضيع المهمه جدا، واللي انا يمكن كنت لسه بنوع عنها، او ان اسئله الساده الزملاء خلتني ابدا بيها في المحاضره، انما هنرجع لها بالتفصيل، وهي معامل خفض المقاومه. معامل خفض المقاومه اللي احنا كنا بنقول عليه، بنقول يا جماعه لو انا عندي معادله بالكود الامريكي، عندي معادله بالكود البريطاني، عندي معادله بالكود المصري، هنلاقي تشابه رهيب جدا في المعادلات مع فارق معامله التخفيض، مع فارق معامله التخفيض. الكود البريطاني مثلا تبص تلاقيه يقول لك والله لو الكود المصري اسف بيقول ان معامل تخفيض الستيل مثلا سي 1.15، لا في الكود البريطاني يقول لك 1.05. يبقى خلي بالكم بقى من الفرق ده، ده فرق. يبقى انا لما اجي احط قيمه زي دي في المقاومه واقسم، لازم النتيجه تختلف، لازم النتيجه تختلف. وبالتالي البرنامج لما يجي يصمم بالكود البريطاني، هو بيحط الجاما اس بتاعته اللي احنا عندنا زي ما مسميها كده في الكود المصري، بيحطها 1.05. طب ما انا بحطها 1.15، طب ازاي اوصل بقى من دي لدي؟ هي دي افكار المحاضره اللي بتمشي. ايه معامل خفض المقاومه؟ معامل خفض المقاومه دي معاملات امان، معاملات امان انا بخفض بيها الاستريسز، بخفض بيها الاستريس، بخفض بيها المقاومات بتاعه قطاع الخرسانه للامان. و
المعاملات دي لها قيم محدده ان شاء الله هنشرحها في الصفحه اللي جايه دي على طول. معاملات خفض المقاومه اللي هي بتسميها جاما، ده معامل امان مطلوب لاخذ المعاملات المختلفه اللي تاثر سلبيا على مقاومات القطاعات الايه القصوى. هنشرح لكم يعني ايه كلمه طبيعه الانهيار الخاصه سواء كانت من النوع القصفه او من النوع المطيله، لان الكلام ده حلو قوي في تفسيرات الزلازل ان شاء الله. الكلام ده هيتشرح بالتفصيل الممل في شرح الزلازل باذن الله تعالى، عشان ما نضيعش في وقت هنا، احنا هنتخطى النقطه دي. واللي يهمني من هذا الكلام هي كلمه الجاما وازاي هعملها او ازاي بحسب القيمه بتاعتها. انا عندي في نوعين من التصميم زي ما احنا عارفين طبعا، حالات حد المقاومه القصوى اللي هي حالات اسمها التوافق الانفعالي، ده مسمى لحالات حد المقاومه القصوى اللي هي الطريقه الالتيميت. وفي عندي طريقه اللي هي حدود التشغيل اللي هي الطريقه القديمه اللي كنا بنصمم بيها. بالنسبه للحاله اللي هي حد المقاومه القصوى دي، احنا بناخد معاملات للمقاومه الخرسانه، معاملات خفض المقاومه، خفض المقاومه لما خفض مقاومه الخرسانه معناتها ان بزود معامل امان. يعني ايه؟ بقول والله انا عندي واحد الراجل ده بيشيل 100 كيلو، فانا للامان هقول مش هيقدر يشيل اكتر من 90. يبقى انا هنا لما بخفض قوته انا بزود الامان بتاعي. هو دي فكره معاملات التخفيض. بالنسبه للخرسانه هنسميها جاما سي، بالنسبه للتسليح بنسميها جاما اس طبقا للكود المصري طبعا. احنا بناخدها المعاملات دي بناخدها امتى؟ اهم حاجه عندي انا بقى عايزين نفهم النقطه دي قوي، امتى انا باخد المعاملات دي؟ باخد المعاملات دي لجاما سي وجاما اس في حالات قوة شتة محورية أو لا مركزية. مثلا افترض إن أنا عندي فورس بتأثر بره مركز ثقل القطاع، فيبقى أنا عندي هنا القطاع ده بيشيل بندنج مومنت وبيشيل فورس، ومفيش قطاع في الدنيا بيشيل نورمال بس، مفيش قطاع في الدنيا. احنا بنقول للتقريب يا جماعة، بنقول العمدان في الكود المصري، أو لما بنيجي نفسر الركيزة بنفسر الركيزة على إنها زي الإبرة، زي سن الإبرة كده. لا، هي مفيش حاجة الكلام ده، احنا في حاجة اسمها، مفيش حاجة اسمها حمل مركز أبدا في الطبيعة، إنما احنا بناخده للتقريب، دائما أبدا الأحمال موزعة. يعني إيه الكلام ده؟ هو أنا لما أكون باجي أحلل كاميرا وأقول رد فعل العمود ده 50 طن، أنا 50 طن دي مجازا، إنما المفروض إن أنا عندي رد الفعل بيساوي قوة على قطاع العمود اللي جاي، القوة على قطاع العمود اللي جاي، وبالتالي القوة دي ممكن تأثر في نقطة بعيدة عن مركز ثقل العمود، فهي دي اللي بتسبب البندنج مومنت. يبقى مفيش أبدا حمل اقدر اسميه حمل كونسنتريتد لود بمسماه، بس احنا بناخده من النواحي النظريه للايه؟ للتقريب او للتعبير عن الوضع. معاملات خفض الخرسانه هنرجع لها تاني، بنستعملها في قوى الشده المحوريه وقوى الشده اللامركزيه، عزوم الانحناء، عزوم القص واللي، ارتكاز، تماسك. لا طيب امال فين الانكماش وفين الترخيم وفين الكلام ده؟ اقول له ده الانكماش والترخيم والحاجات دي كلها دي حاجات خاصه بالحالات الوركينج، الحالات الايه؟ الوركينج. يعني لما اجي انا بحسب بخلي البرنامج يحسب لي ترخيم، اما بقول له يعني احسب لي الترخيم بسممه على الايه؟ على الوركينج، ما بصمموش ابدا على الالتيميت. وبالتالي الجاما سي بتساوي جاما اس بقى في الوركينج هناك، جاما سي تساوي جاما اس تساوي واحد. يعني لو نزلنا تحت على حدود التشغيل تؤخذ معاملات خفض المغلق. امتى هستعملها بقى؟ امتى بستعمل حالات حدود التشغيل دي وانا شغال في الالتيميت؟ بستعملها في الترخيم، في التشكل، في التشريح، باخد كله زي بعض. لازم اخد جاما سي تساوي جاما اس بتساوي واحد. ليه؟ لان انا اساسا عامل معامل الامان بتاعي بيبقى داخل الاف سي يو نفسه، ما بستعملش القيمه القصوى للاف اس يو. انا عندي في حدود معينه، وطبعا في الجدول لو بصينا عليه نلاقي مثلا سي رتبه خرسانه 180 يقول لو انت بتستعمل عمود استعمل اف سي نوت، تلاقي دي قيمتها صغيره. لو بتستعمل خرسانه اسمها اف سي ودي كذا، لو بتستعمل بلاطه بسمك كذا خد الاف سي المقابله. يبقى انا عندي كل رتبه معينه باخد منها الاف سي المقابله ليه. ده دي حالات الحدود اللي احنا كنا بندرسها زمان، وانا هرجع ان شاء الله المعلومات دي لذاكرة حضراتكم. ان انا لما نيجي نمسك قطاع نصممه هنصممه مره بحدود التشغيل، مره بالالتيميت، مره بالكود الامريكي، مره بالكود البريطاني. نوسع شويه حدود الدوره علشان نقدر ان احنا نسترجع ذكريات الكليه بقى. طيب يبقى انا عرفت كده ان معاملات الخرسانه جاما سي وجاما اس في حالات المقاومه القصوى بستعملها في الحالات دي. طب بالنسبه للحالات اللي هي التشغيل، حدود التشغيل بستعملها في ترخيم، تشكل، وتشرع بس. طيب
الجاما سي بالنسبه للكود المصري هناخدها 1.5، الجاما اس بالنسبه للكود المصري، الجاما اس اللي هي معامل تخفيض اجهاد الحديد 1.15%. طيب لو انا عندي ضغط لا محوري، يعني ايه ضغط لا محوري؟ يعني انا عندي الفورس بتاعتي بتؤثر في نقطه بره القطاع، يبقى انا عندي جاما سي بتتحسب من المعادله يا جماعه اللي قدامنا دي، ولازم دي تكون اكبر من او تساوي 1.5. يبقى انا عندي 1.5 ده الضغط، ده اقل ما يمكن، ال 115 ده اقل ما يمكن، ممكن تزيد او ممكن تزيد. يبقى انا عندي الجاما سي بتساوي 1.5، نفتح قوس 7 على 6 ناقص اي باي تي على 3، الكلام ده كله النتيجه دي كلها لازم تكون اكبر من او تساوي 1.5، اكبر من 1.5 احطها في المعادله، مش اكبر ما احطهاش، يبقى انا هاخد الواحد وايه؟ اخد الواحد ونص. ايه الاي دي؟ الاي دي يا جماعه اللي هي عباره عن خارج اسم طبعا المومنت باي بي، يعني العزوم اللي جايه مقسومه على الايه؟ مقسومه على الحمل المركز، ده بيديني اللي هي الاي اللي هي الاكسنتريستي بقى اللي هو المسافه ما بين مكان تاثير الحمل والسي جي بتاع القطاع بتاعي، هي دي اسمها الاي اللي احنا بنشتغل عليها. طيب اي باي تي الاي على تي تكون اكبر من او بتساوي 0.05، والكلمه دي احنا هنوصل لها كتير قوي، وازاي هنصمم القطاع مره لو اقل من 0.05، مره لو اكبر من مره، القيمه دي بالذات على بعضها كده اللي هي اي باي تي دي مهمه جدا في تحديد نوع القطاع اللي انا بصممه داخل الكود المصري، وهي هامه جدا لكل الكودات العالميه اللي هي مكان تاثير او العلاقه ما بين المسافه ما بين مكان تاثير الحمل ومركز ثقله وتي اللي هو سمق القطاع الكلي اللي انا بصممه. تمام؟ ان شاء الله كده احنا غطينا موضوع اللي هي معاملات التخفيض. هنبدا في اهم المواضيع الشائكه للساده الزملاء وهو موضوع الترخيم اللي هو سهم الانحناء. سهم الانحناء، عشان نتكلم على سهم الانحناء ونتكلم على معاملاته داخل الكود المصري، احنا عايزين نفهم ازاي نطبقه داخل البرنامج عشان اخد منه قيم صح. احنا طبعا عارفين يا جماعه كلنا ان الترخيم عباره عن نوعين، نوع بيحصل immediately في اللحظه وفي التوقيت الحالي، وحاجه ثانيه بتحصل فيه الترخيم اللي هو الترخيم طويل الامد. الترخيم طويل الامد، ايه بقى الترخيم اللحظي ده وايه الترخيم طويل الامد؟ الترخيم اللحظي ترخيم بيحصل من ثلاث نقط، عشان كده نبقى احنا ايه فاهمينه وماشيين معاه جزء جزء، لان الترخيم ده موضوع مهم. يبقى انا عندي الترخيم هيحصل على ثلاث مرات، هيحصل من ثلاث نقط. انا كده هتكلم على النوع الاولاني من الترخيم اللي هو اسمه الايه، الترخيم الآلي او اللحظي او اللي بيحصل على طول عشان نبقى فاهمين يعني ايه الترخيم. الترخيم ده بيحصل مرحلتين، مرحله اولانيه لا تعتمد على الزمن ومرحله تعتمد على الزمن. اللي بتعتمد على الزمن هي اسمها الترخيم طويل الامد، لونج تيرم ديفليكشن. لونج تيرم ديفليكشن، ومن البرامج القويه جدا في حسابه هو برنامج السيف، البرامج القويه جدا في حساباته، البرامج القوية في حساباته الإتاب والساب، مع احترام الشديد لرأي زملاء كتير بيقولوا إن الساب ما بيطلعش ريفليكشن، لا الساب بيطلع ريفليكشن، لأن يا جماعة الساب والإتاب والسايكولوم كل دول إنتاج شركة واحدة، والساب هو أقوى البرامج التحليلية والإنشائية ويعتبر هو مرجعهم جميعا. طيب يبقى انا عندي الترخيم هيحصل من ثلاث حاجات، هيحصل من ايه؟ هيحصل من الوزن الذاتي، يحصل من الوزن الذاتي. طيب يحصل من ايه تاني؟ يحصل من الكفر، الكفر اللي هو ايه؟ اللي بنسميها حمولة التغطية. يبقى يحصل من وزن ذاتي، يحصل من كفر، يحصل من حمولة التغطية، يحصل من حمولة العوائق، ما هي دي الأحمال اللي عندي، ويحصل من حمولة الايه؟ اللايف لود. اللي هي الأحمال الحالية. طيب يبقى أنا كده عرفت إن الترخيم لازم يحصل من دول. طب في حاجة تانية ممكن يحصل منها الترخيم؟ آه، ممكن يحصل الترخيم من الزحف، ممكن يحصل من اللي هو نسميه الانكماش، يعني يحصل تاني من زحف. آه بس لو دول الأربعة دول بس مع بعض هناخد الترخيم اللحظي، لو الأربعة دول مع بعض ضفنا عليهم أهو، يبقى نقول اللي هو الترخيم طويل الامد هناخد الاربعه دول كده
الاربعه دول مع بعضهم اهم، حطهم تحت، اقول لهم هو ده الترقيم طول الامد ماشي، واضيف له، انا اسف انا عملت ايه مش عارف. هناخد نسخ من هنا وهنحطهم هنا، هم كده، بس هضيف عليهم مين بقى؟ يبقى كل دول مجتمعين كده مع بعض، هضيف لهم زائد الزحف زائد الانكماش كده. يبقى احنا بس ايه فهمنا يعني ايه كلمه ترخيم، يعني ايه كلمه ترخيم. يبقى عندي الترخيم بيحصل على مرحلتين، ترحيل قصير وترحيل طويل. ترخيم طويل المدى، الترخيم قصير المدى وطويل المدى، الساب عنده قدره هائله جدا على حساباتهم. هنعرف ازاي هنحسبهم منه، وهنعرف ازاي هندخلهم برضو بالكود المصري، وان شاء الله نلتقي مع المحاضره رقم 4 لدراسة الترخيم بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى من الزملاء أن يفتح باب النقاش، وأي حد عنده معلومة عنده إضافة إحنا نتشرف بأن إحنا نزود معلومات بعض. دائما أبدا الواحد بيحاول يبذل قصارى جهده في توصيل المعلومة وإفادة الإخوة الزملاء المهندسين جميعا بإذن الله تعالى. والله المستعان، اللهم وفق، والسلام عليكم ورحمة الله.